ازيكم ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وخير. النهارده هنعمل قرايه لشهر نوفمبر. القرايه هتكون حسب الابراج، هنختارها ابراج ترابيه مائيه وهوائيه. الابراج الترابيه الحجر اللي باللون ده، والابراج الهوائيه هاخدها باللون الابيض، اما الابراج المائيه فهاخدها باللون ده عين النمر. خدوا وقتكم في الاختيار، هنختاروا ترابية هوائية مائية حسب لون الحجر. الأبراج الترابية اللي اختاروا الحجر اللي باللون ده، هنعرف الشهر ده رسالة ليكم، رسالة ليكم. هناخد الفيديو كرسالة ليكم الشهر ده، رسالة بتقول ايه ومن مين. الاول هنفتح طاقتكم وبعد كده ناخد المسج بتاعتك بتاعه شهر نوفمبر ان شاء الله. في ناس كتير بتحب طاقه الحروف وطلبتها مني، فانا هحط الحروف في صندوق الوصف تحت، فتقدر تختار ما بين اول حرف من اسمك او تختار ما بين الحجر يعني او البرج. طاقة الابراج الترابية طاقة امل، طاقة وفرة مالية قصيصا، طاقة حسابات، بتصفي حساباتك مع حد وبتبتدي بدايات جديدة جدا من تحت الصفر. بس البداية دي انت عايزها بداية لنفسك انت، عايزها بداية مميزة جدا، مش عايز حد يشاركك فيها. وكمان انت مش هقول ان انت متكبر على الناس اللي حواليك، ولكن انت الايجو عندك مرتفع خالص. نقدر نقول عليها ان هي ان انت بترفع استحقاقك في الشهر ده، شهر نوفمبر. طيب قلنا ان انت الايجو بتاعك مرتفع الشهر ده، مش عايز علاقات، قاعد مع نفسك وبتحسبها بالعقل جدا، عايز تبتدي بداية جديدة. البداية دي ممكن تخص سفر او تخص شغل جديد او تخص حتى علاقة جديدة، ولكن انت شرط عليها ان العلاقه دي انت اللي تمشيها، عايز تمشي العلاقه دي مزاجك، مش زي العلاقات اللي فاتت. انت حاسس ان اللي فاتك شبه بعض، كل حاجه زي بعضها، او الناس اللي بيتقدموا لك مثلا عشان يدخلوا حياتك فهم ناس مش شايفين ميزه، انت مش شايف فيهم مميزات اللي تخليك تكمل في العلاقه دي. تمام، انت حاسس ان انت جواك طفل وعايز يخرج، عايز تلعب، عايز تتنطط، عايز ممكن ناخدها ان انت عايز تزور اماكن طبيعية، تزور اماكن طبيعية، عندك رغبة في ده، عندك رغبة ان انت تشم هوا نضيف، تطلع في الشمس، تتمشى لوحدك شوية، الرغبة هنا عالية عندك ان انت تعمل حاجة لنفسك اكتر. تمام، انا قلت لك ان انت عقلاني جدا وبتسأل ربنا في الحاجات اللي في حياتك. انت بتسأل ربنا دلوقتي في الوقت الحالي، اكتر حاجة شغلاك هي ان انت ترضي ربنا، اكتر حاجة شغلاك ان انت تدور على شغفك، اكتر حاجة شغلاك ان انت تبقى نفسك، ان انت تبقى حد جديد، حد جديد، وعايز الفرص تستقبلها تستقبلها، بس لما تستقبلها تكون حد تاني، حد تاني غير القديم. انت اتغيرت جدا يا اصحاب المجموعة اللي اختاروا الحجر ده، او اصحاب برج الابراج الترابية. انت قافل على قلبك ومش حابب ان انت تدخل حد فيه، ده بالنسبة يعني لو انت عندك طاقة عاطفية. وكمان انت قافل على فلوسك، انت مش حابب ان انت تهدر حاجة، مش حابب ان انت تهدر مشاعرك، مش حابب ان انت تهدر فلوسك، مش حابب ان انت تهدر طاقتك في المشاكل. انت تبعد عن المشاكل، تمام، بتبعد عن المشاكل بتطلع عليها. انت شخص معطاء جدا، وانت حسيت ان العلاقات اللي انت بتدخلها فانت بتدخلها بتدي اكتر ما بتاخد،
فبالتالي انت خلاص زهقت وعايز بدايات جديده في كل حاجه. ممكن نقول ان عليها ان انت عايز بدايه جديده، بدايه عاطفيه جديده، بس البدايه دي تحس فيها ان انت بتستقبل الحب زي ما بتديه. تمام. في اشخاص منكم هنا ممكن تكون برج الميزان او ليها قضيه في حاجه، ولكن انت شخص عادل جدا، شخص حقاني جدا، شخص بيحب الخير للناس، ولكن في ناس معتمدة عليك اعتماد كلي، اعتماد كلي. يعني ممكن ناخدها بقى بالعاطفة، نقول ايه، انت لو زعلان من حد، الحد ده مثلا بيمثل لك حبيب، فانت مش بترضى تروح تصالحه، انت مش بترضى تروح تصالحه، فانت هو متعود ان انت اللي تجيله، متعود ان انت اللي تصالح، فانت بطلت الحكاية دي، انت مش عايز الحكاية دي تاني، انت بطلتها. تمام. انا قلت لك الايجو عندك مرتفع جدا يا اصحاب الطاقات الترابيه، شخصيتك بتعلى، شخصيتك بتتغير، بتدور على مميزاتك في حاجه، بتدور على مميزاتك، بتدور على نفسك، بقيت بتحب نفسك اكتر، وبقيت بتحس ان انت لما تحب نفسك فانت بتنتصر. مش عايز اقول لك ان انت بتاخدها بطريقه انتقاميه، ولكن انت بتاخدها بطريقه ان انا اعز نفسي وان انا استاهل احسن من كده. ايوه، انت حاسس من جواك ان انت تستاهل احسن من كده، تستاهل احسن من كده في العاطفه، تستاهل احسن من كده في الاشخاص اللي بتتعامل معاها، تستاهل ناس تفهمك، خصوصا ان انت زهقت من الافكار السلبيه والناس اللي بتتكلم ورا ظهرك. لو في حد يعني بيتكلم ورا ظهرك بس انت عارفهم، في ناس هنا بتستقبل كلام سلبي، فهي بطلت تستقبل الكلام ده، قفلت على قلبها وقفلت على عقلها، وبقت مقتنعه ان هي بقت مقتنعه بمميزاتها، وبقت مقتنعه بالرغبات بتاعتها. الاول كانت مطنشه، انت كنت مطنش الرغبات بتاعتك او مطنش المميزات او المواهب اللي عندك، فانت دلوقتي حابب تطلعها للنور. على فكره، لو في علاقة انت حابب ان انت تعرف عنها حاجة، والعلاقة دي بالنسبة لك علاقة مش عارف فيها راسك من رجليك، فانت في امور كتير هتوضح. تمام. في امور كتير هتوضح. طيب ايه كمان في طاقتك يا اصحاب المجموعة الترابية؟ انا قلت انت في علاقة هتوضح لك، يعني في حاجات، في امور انت هتوضح ليك الشهر ده، في امور انت هتوضح ليك الشهر ده، في حقوق هتجيلك، في حقوق هتترد لك، هتدخل في شراكه جديده، ممكن انت مستني شراكه مع حد، مستني امنيه تتحقق، مستني حاجه تتحقق الشهر ده. ظهر عندي برج الدلو، انت شخص روحانياتك عاليه جدا الشهر ده، انا قلت لك ان انت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتساله في الحاجه اللي انت محتار فيها، وخلاص انت عملت ستوب لكل حاجة شهر، يعني انت عملت ستوب لكل حاجة، عملت ستوب للعواطفة، عملت ستوب للناس اللي بتضايقك، عملت ستوب ان انت تخضع تاني تبقى حد طيب زيادة عن اللزوم، انت بطلت الحكاية دي، بطلت الحكاية دي. طيب عايزين نشوف الرسالة ليك الشهر ده، شهر نوفمبر ان شاء الله، رسالة من اي حد، حط اي حد في دماغك ونشوف الرسالة بتاعته ليك بتقولك ايه. عايزه اخد لك نصيحه الاول، نصيحه للطاقه بتاعتك اللي احنا خدناها، حاسه كده ان انا عايزه اخد لك نصيحه قبل ما ندخل على الرساله. ايوه، النصيحه بتاعتك بتقول لك انت مستعد لاي حاجه، مستعد تستقبل اي حاجه، مستعد ان انت تتطور، مستعد ان انت تتغير، مستعد ان انت تستقبل حب جديد، مستعد ان انت تبين للناس مواهبك وتعمل الحاجه اللي انت بتحبها. انت محتاج يا اصحاب الطاقات الترابيه، محتاجين تبينوا للناس ان انتوا قد ايه موهوبين. انت على فكره عندك مواهب كتيره جدا جدا، والمواهب دي مميزه، انت مميز في حاجه، مش حاجه واحده، انت مميز في كذا حاجه، فدور على المميزات دي واحفر بايديك واسنانك وطلعها للنور، طلعها للناس واعلن عنها، لان المميزات دي ممكن تطلعك، يعني تطلعك ايه، تخليه حد تاني، خليه حد تاني زي ما انت عايز.
وزول الأوراق الترابية بتحب الكمال شوية، يعني بيحبوا يميلوا للكمال، تمام، وعندهم مواهب كتير. فأنت هتعرف تعمل ده لما تكتشف المواهب بتاعتك. طيب نيجي ناخد بقى الرسالة بتاعتك من أي شخص أنت تحطه في دماغك، سواء حبيب، صديق، أهل. يعني القراءة دي يعني عامة، عامة لأي حد أنت داخل الفيديو عشانه. الحد ده عينه عليك، الحد ده من نفس البلد بتاعتك او بعض منكم يعني، او من بلد مختلفة، تقاليد اعرفوا تقاليد مختلفة. الحد ده هيبقى بالنسبة لك عملة الحصد اللي انت هتلاقيها في وسط العملات اللي ملهاش لازمة. انت بتدور على حد مميز، انت بتدور على حد هنا، في ناس هنا بتدور على حد مميز في حياتها، والحد ده هيظهر، والحد ده هيكون من بلد تانية، يا اما انت هتسافر له، يا اما هو هيجيلك على البلد اللي انت قاعد فيها، ايا كانت البلد يعني، او المحافظة المحافظة، ممكن يعني ممكن ناخدها كده المحافظة المحافظة. الحد ده هيكون جذاب جدا، و لا بس انا مش هاخدها كده، انا هاخدها ان الحد ده هيشوفك حد جذاب، هيشوفك حد فيه حاجات كتير حلوة، هيشوفك حد طيب، هيشوفك حد هو هيحس ان هو محظوظ ان هو لقيت، لان انت في حاجات كتير قوي بتميزك، ودي طالعه في طاقتك جدا. في حد بيفكر فيك وندمان عليك، ندمان ان هو سايبك بسبب ناس تانية، ممكن يكون بسبب علاقة ثلاثية. الحد ده نفسيا مش قد كده، او الحد ده اللي انت حاطه في دماغك هتكون بالنسبه له المخرج بعد علاقه هتفيه دمرته، او بعد مواقف كتير حسيت ان هو خلاص فشل، او خلاص هو ما بقاش مستحمل حاجه. انت هتيجي منقذ للشخص ده، انت هتيجي منقذ للشخص اللي انت حاطه في دماغك، هتنقذه من حاجه، هتنقذه من عزلة، هتنقذه من علاقة زواج فاشلة، تمام. الشخص ده ممكن يكون برج الميزان، أصحاب الطاقات الترابية. الشخص ده ممكن يكون هيبقى عنده قضية في محكمة، أو هيبقى مستشار في حياتك، في حاجة هيبقى بيمثل ليك مستشار قانوني ممكن، أو ليه في القانون. الشخص ده هيجي يعني طيب جرح انت بتحاول تقفل عليه، او جرح قديم، يا اما هو اللي هيكون عنده جرح قديم، وانت هتبقى بالنسبة له الحد اللي هيديله كتير الحياة، الحد اللي ممكن يعيشه من تاني. في هنا علامة الانفينيتي، هيبقى بينكم علاقة مش هتخلص بسرعة، العلاقة دي علاقة هتبقى علاقة حلوة جدا، هتبقى علاقة فيها شغف، وفيها حاجات كتير، فيها احداث كتير، وفيها مواقف كتير قوي، فيها مواقف كتير هتحصل ما بينكم، وهتمروا بمشاكل كتير قوي. ممكن يكون انت ليك علاقة بالمتاحف، او الشخص ده هتقابله في متحف مثلا، او الشخص ده فنان تشكيلي، الشخص ده اول ما يقابلك ده لو انت عليك طاقات سلبية هتتفك، يا اما هو الطاقات السلبية بتاعته هتتفك، انتوا الاتنين لما تقابلوا بعض هتحلوا حاجة. هنا في حد هنا هيحل حاجة، هيحل عقدة، هيحل مشكلة، هيحل في حاجة هنا هتتحل. الشخص لما يدخل حياتك فانت عقدتك هتتفك، او عقدته هي هتتفك، يعني في حاجة في الموضوع. الشخص ده وانت هتكون في علاقة سامة جدا، علاقة سامة جدا، والشخص ده هيبقى منقذ،
العلاقة دي. الشخص ده رسالته ليه بتقول لك اصبر، انا الحظ اللي جاي لك في كل حاجة، في فلوس، في مشاعر، في نجدة. الشخص ده هيجي لك نجدة، لأصحاب المجموعة الأولى هيبقى بالنسبة لك نجدة. رسالته ليه بتقول لك اصبر، انا الخلاص، انا الخلاص اللي هيخلصك من من الكسرة، من العزلة، من الكسرة، من التفكير. الشخص ده لما يجي هيحزن كل، هيغير تفكيرك، هيغير تفكيرك في كل حاجة. ممكن يكون هنا الشخص ده علاقة ربعية، يعني انت، يعني انت هتكون مع حد، هو هيكون مع حد. الأربعة هنا ظهرت في القراية، ففي هنا يا اما انت ليك علاقة برقم 4، يا اما هو ليه علاقة برقم 4، يا اما علاقة ربعية، يا اما علاقة ربعية. الشخص ده بيأكد هنا في الكروت ان هو ليه علاقة بالمتاحف او بالفن التشكيلي، او بيرسم، او انت بترسم، ليه علاقة هنا في حد هنا ليه علاقة بالمتاحف، بالمتاحف. حد ده هيكون ارستقراطي جدا، وممكن يكون غني كمان، ممكن يكون عنده اموال كتير بره البلد بتاعته، يعني بيدير اموال كتير. انا قلت لك ان الشخص ده هيكون مصدر حظ ليك في كل حاجه. فرسالته ليك النهارده بتقول لك انتظر، ورسالته ليك بتقول لك ان انا الشخص اللي انت بتدور عليه. الشخص ده هيكون الشخص اللي انت بتدور عليه. الشخص ده هيكون شخص حكيم جدا وعاقل وبيقرا كتير، مثقف. فينا ظهر نمبر 5، ممكن يكون ليك علاقه بالرقم ده، او 13. بصوا بقى، انا قلت لك ان في رقم 4 في الموضوع، صح؟ ف 13 لما بنيجي نختزل الرقم فبيطلع 4، اوكي. ففي هنا حد فيكم ليه علاقه بالرقم ده، يا اما هو انت الشخص ده هتقابله في شهر 4، والله اعلم. الشخص ده هيكون جذاب جدا، شخص غني، الشخص ده هيكون غني جدا، وللبعض منكم، والبعض منكم هيكون شخص كبير في السن ومفكر، بيقرا كتير ومثقف جدا. وانا قلت لك ان الشخص ده من بلد تانية غير البلد اللي انت فيها، غير الثقافة اللي انت قاعد فيه، يعني بتنتمي لها. يعني الشخص ده هيكون توقيته، هيظهر في التوقيت الصح في حياتك. والشخص ده بيحب يجي في مواعيده، او بيحب يعني بيحب الانتظام جدا في بالذات في المواعيد، تمام. فدي كانت القراءه بتاعتكم يا اصحاب المجموعه الاولى. طيب انا عايزه اقول لك نصيحه عاطفيه، بعد كده نقفل القرايه. بيقول لك الكارت اعطي العلاقه دي فرصه، ده لو في حد بالمواصفات اللي انا قلت عليها فانت محتاج ان انت تديله فرصه، ولان الفرصه دي هتتوج بالارتباط ما بينكم، يعني هيبقى في ما بينكم ارتباط. فانت في شخص في بالك او شخص بتحبه، فالشخص ده لو في يعني بعض المواصفات اللي انا قلت لك عليها، فالشخص ده هيبقى بينكم علاقه زواج. واضح ان انت مش عاطي اي حد فرصه، ولكن الكارت بيأكد ان انت لازم تدي فرصه لشخص معين، لشخص معين في حياتك، وحاسس ان هو ده الشخص المناسب، ولكن انت مطنش او مش عاطيله اهتمام. يعني انت بتسعى ان انت توصل رساله، شايف ان انت ليك رساله على الارض. بعض منكم يعني شايفين ان ليكوا رساله على الارض، وفعلا ليكوا رساله على الارض.
عندكم مهمة في الأرض لازم تحققوها. ممكن يكون انتوا ناس بتحب الكواكب الفضاء الموضوعات دي يعني، فانت الكارت بيقول لك ان انت عندك رسالة لازم توصلها، والرسالة دي تخص الوعي الإنساني، الرسالة دي تخص وعي، تخص قضية وعي انت داخل فيها، يا اما انت هتدخل فيها يا اما انت عندك رغبة ان انت تدور على الرسالة دي ودور عليها. دي كانت القراية بتاعتكم يا اصحاب المجموعة الاولى برج الترابية. شكرا ليكم، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام، اهلا بيكم اصحاب الابراج الهوائية اللي اختاروا الحجر ده. تعالوا نفتح دلوقتي الطاقة بتاعتكم وبعد كده نفتح الرسالة اللي انتوا مستنيينها شهر نوفمبر ان شاء الله. اصحاب الابراج الهوائيه، انتوا في صبر، مستنيين نتيجه صبر لشغل، مستنيين عائد مادي يجي لكم، مستني في ناس داخله جمعيات من الاخر يعني بالعاميه كده، في ناس داخله جمعيات ومستنيه الايراد بتاعها، في ناس بتدخل فلوسها في بنك ممكن ومستنيه العائد بتاع البنك ده. التنو في انت كان بتقول ان انت في علاقه اسريه ناجحه جدا، مش شرط ان انت تبقى في علاقه عاطفيه. العلاقة الأسرية ممكن تكون أب، ممكن تكون أم، ممكن تكون إخوات، فأنت علاقتك بيهم كويسة جدا الشهر ده، أو طاقة يعني طاقة، احنا بنفتح طاقتك مش الشهر عموما يعني، هي طاقتك الشهر ده إن أنت شخص صبور جدا، ممكن تكون صابر على العلاقة. في ناس منكم داخل علاقة وصابرة عليها، عايزاها تنجح، عايز العلاقة دي تنجح، عايز العلاقة دي تكمل، مش عارفه فيها حب ولا لا، لكن انت في ناس هنا مخطوبه تمام، وكمان انت شخص روحاني جدا، شخص روحاني جدا، شخص ما بتحبش تفوت حاجه، شخص عايز كل حاجه تتعمل زي ما انت عايز، عايز الناس اللي تحت ايديك تقول لهم الف الف وب ب، بس انت عايز كده، مش عايز حد يغلط. ايوه انت ما بتحبش حد يغلط، ما بتقبلش بالغلط، ما بتقبلش بالغلط، بتنصح الناس كتير وخوفا من انت من هما يغلطوا، من ان هما يغلطوا. انت شخص ما بتحبش تفوت، ما بتحبش تفوت، ما بتحبش اللي قدامك يعمل غلطات، خصوصا في في الشغل يعني، ولكن انت عندك مفاتيح كتير للحياه، انت شخص فعلا بتنصح الناس، والنصيحه دي بتكون صح في الاغلب يعني. انت انسان بتحاسب نفسك كتير على اللي انت عملته، عملت ايه، عملت ايه في حياتك، عملت ايه في حياتك يعني. ايه انت صابر على العلاقه، ممكن العلاقه دي من الماضي، العلاقه دي من الماضي، العلاقه دي من الماضي. ايه انت عندك مشاكل كتير جدا في الطاقه دي، عندك مشاكل كتير. استنوا بقى، استنوا، عندك مشاكل في مع عيلتك، انت عندك مشاكل في مع عيلتك، عندك مشاكل مع العيله بتاعتك. تينو بنتك انسفني افونس، فانت عندك مشاكل، المشاكل اللي تخص اسره او تخص زوجه او تخص عيله، العيله دي انت بتحبها على فكره، بتحبها وبتديها فلوس تمام، العيله دي معتمدين عليك ماديا يا اصحاب الابراج الهوائيه. وممكن يكون انت عندك اب بينصحك، ولكن لا انا مش حاسه، مش عارفه، ما حسيتهاش، انا حاسه ان انت اللي بتنصح الناس، انت اللي بتنصح الناس، والناس دي انت اكبر منهم، يا اما انت عندك خبره اعلى منهم في حاجه وهم بيسمعوا لك يعني، هم بيسمعوا لك. الناس دي انت شايفهم اغبياء؟ انت شايف الناس دي اغبياء او اقل منك، ومحتاج ان انت على طول تفرمطهم، تفرمط دماغهم، اللي هو انا لازم انصح ولا لازم اتكلم الكلام ده كل يوم، فانت ده بتقوله، بتقوله للاشخاص دي. لكن انت عندك مشاكل اسريه، المشاكل دي نفسيه اكتر، المشاكل دي نفسيه اكتر، وانت عمال تسد الفتحات اللي بتدخل لك، ولكن مفيش فايده، مصممين ان هم يعكننوا عليك. السكس اوف وونس بتقول اللي انا قلت لك، الاشخاص دول اشخاص معاك في الشغل، يا اما اشخاص صحابك، وانت دايما الناصح الامين بتاعهم، اللذوذ اللي في الشله يعني، فانت بتنصحهم نصايح صح، في الاخر انت اللي بتطلع صح.
انت اللي بتطلع صح في وسط الناس دي، رأيك هو اللي بيبقى صح. فانت على فكرة انت شخص بيمشي بحدثك، بيمشي بالحدث بتاعه، والحدث بتاعه بيطلع صح، حدثك بيطلع صح. شكاك، انت شخص شكاك جدا، متردد جدا. ممكن نقولها ان انت متردد ما بين حاجتين، متردد تطلع مين من صحابك وتدخل مين، يعني متردد تسيب مين عشان الناس اللي حواليك ممكن يكونوا مش بيخدموك، او مش هم الاشخاص اللي انت عايز تكمل معاهم حياتك، او ممكن محتار ما بين حاجتين في حياتك. رقم 5 بيدل على المصاعب، فانت في مصاعب معينة في حياتك، المصاعب دي تخص عبادة ممكن، بس 5 و6 فانت بتنتقل من رقم 5 لرقم 6، فانت هنا هتنتصر في الاخر، هتنتصر في الاخر. انت شخص عندك الايجو عالي، مش هقولك ان انت متكبر، ولكن انت شايف نفسك اعلى من اللي حواليك، تمام، وجذاب جدا، وعندك امكانيات حلوة، والجاذبية دي مش هتخلص، الجاذبية بتاعتك عمرها ما هتخلص. ليه كده؟ ليه كده يعني؟ اصحاب الابراج الهوائية زعلتوني. انت جاذبيتك بتطلعها بطريقة مش كويسة، جاذبيتك بتسخرها بطريقة مش حلوة. ممكن انت شخص بيعمل سحر لحد او بيعمل جذب لحد، بالذات للجنس الاخر، الجنس التاني، انت جذاب للجنس التاني، والجاذبية دي فيها نوع من انواع الادمانات، تمام. يعني ممكن انت تكون جذاب شكلا، والجاذبية دي بتخليك تدخل في علاقات مش كويسة، علاقات سامة، علاقات مش كويسة، يعني ما تدريش ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا انت شخص متواصل جدا مع حدثه ومتواصل جدا مع ربنا، فانت في كروتك هنا عكس بعض، انت متناقض، متناقض وبتحاسب نفسك. شخص متناقض وبيحاسب نفسه على كل حاجة، وصابر ان هو يتغير، صابر ان يجيله حاجة تغيره، ولكن انت للأسف انت بتستغل الجاذبية بتاعتك في حاجات غلط. فينا اشخاص عندها ادمانات، الادمانات دي ممكن تكون شرب، ممكن تكون ادمانات جسدية. انا طلعت لي هنا وحاساها ادمانات جسدية صراحة، تمام. انت عندك حيرة ما بين حاجتين، حيرة ما بين حاجتين، حيرة ما بين الناس وحيرة ما بين نفسك، حيرة ما بين ما بين حدثك، ما بين حدثك. انت عايز تمشي ورا حدثك بس مغمي عينيك، مغمي عينيك، وعندك شغف لحاجة، عندك شغف ان انت تطلع لقدام، عندك شغف في الشغل بالذات، عندك شغف ان انت تستقل، انت عايز تمشي من الاسرة بتاعتك، عايز تمشي من الجو ده، الجو ده اللي عامل لك صراع، تمام، وعايز تمشي وانت منتصر، عايز تمشي من غير ما تحسسهم ان انت ان انت كسبت المعركة بينك وبين نفسك. انت حاسس ان انت لما تمشي فهتكسب بنفسك، لكن انت مش عايز تحسسهم بده، انت عايز تمشي من غير ما تحسس، يعني انت عايز تمشي بس بتقول لهم انا بحبكم وكل حاجة، بس انا محتاج ان انا امشي عشان نفسي. فانت عايز نفسك وهم عايزينك، يعني هم عايزينك وانت عايز نفسك، انت عندك حيرة ما بين امرين، يا تنفذ كلامهم يا اما تنفذ الرغبات بتاعتك. ممكن يكون عندك علاقتين، والعلاقتين دول مش عاجبينك، العلاقتين دول انت عايز تخرج منهم. في ناس منكم عايزه تخرج من علاقات سامه او علاقات جسديه، والعلاقات دي هي مش هاممها حاجه، هي عباره عن نزوات وخلاص، نزوات وخلاص. انما عندك حظوظ، ظهر عندي برج الدلو في القرايه، عندك حظوظ كتيره جدا الشهر ده، قصدي الطاقه دي، الطاقه دي انت عندك حظوظ حلوه، والحظوظ دي تخص ان انت ممكن تتغير، ممكن تتغير، ممكن تتغير للاحسن، ده لو انت اتبعت حدثك وفعلا حققت اللي انت عايز تحققه، تمام، واللي انت عايز تحققه ده هيجيلك منه حظوظ حلوه، والحظوظ دي هيبقى فيها فلوس حلوه ليك، تمام. دي كده الطاقه بتاعتكم يا اصحاب الابراج الهوائيه. نيجي لل ناخد لك نصيحه انت كمان، مش معنى انت يعني. نصيحه بما ان انت عندك صراعات واشتكالات كده،
حل سلمي. انا قلت لك ان انت في مشاكل، انت عايز حل سلمي. حل سلمي لازم تقعد مع الناس دي وتتفق معاها على اتفاق، او يبقى لك حل سلمي في حل سلمي في حياتك. الحل السلمي ده بيخص روحانياتك، روحانياتك لما تعلى فانت هتقدر ان انت تخرج من المشاكل دي. تمام. طيب نيجي نشوف الرسالة بتاعتك من شخص، اي شخص، حط شخص في بالك، صديق، قريب، اسرة، حبيب. نشوف هيقول لك ايه في الشهر ده. في ناس منكم عايزة تسافر، ناس منكم عايزة تسافر وبتخطط لده. دي مش ظاهر عندي قوي، لكن هو الحظوظ دي ممكن تخص سفر، تخص بعد في مكان معين، تخص حاجة جديدة. والحاجة الجديدة دي انت شايف ان انت حظك هيبقى فيها يعني. سلام، طلع لكم 3 كروت. ايه الهنا ده؟ طيب واضح كده ان الشخص ده بيقولك ان هو متألم جدا. الشخص ده ممكن يكون ما بينك وبينه قضايا، انت يا اما انت شتمته بقى وقلت له بص بقى من الاخر انت كذا وكذا وكذا، ممكن حاجة زي دي حصلت. الشخص ده انت بتفكر فيه او هو بيفكر فيه دلوقتي في الوقت الحالي. الشخص ده مفتقدك جدا. ممكن يكون في ما بينكم بيحلموا بعض، بيحلموا الشخص ده او الشخص ده بيحلم بيهم. في تفكير هنا في حد، وظهر لي جاستس برج الميزان. في ام هنا، يا ام مسيطره، يا ام ماسكه الامور، الامور كلها بتاعتك يعني. الامور دي تخص امور شغل او امور ماديه. وكمان في اب وفي قريب عندكم هنا، في حد اب وام وقريب، او الام دي مسيطره جدا، مسيطرة جدا وعايزاك تمشي كده. الأم دي برضه روحانياتها عالية جدا، ولكن تفكيرها قديم. مش شرط تكون أم على فكرة، ممكن تكون زوجة. مش كل الكلام ما ينطبق عليك يعني، في ناس كتير بتتفرج على القراية. أيا كان، فالشخص ده تفكيره قديم جدا أو هيرجع لك من الماضي. والشخص ده ما بينكم علاقة ثلاثية. تمام، علاقة ثلاثية. الشخص ده بيتعالج نفسيا يعني، ما انت في علاقة ربعية والشخص ده عنده صديق بيحكي له. الشخص ده مش لاقي يكمله، مش لاقي حد، الحد اللي يكمله، الحد اللي يفهمه. في حد هنا مسيطر عليه، لكن هو الشخص ده عايز يتبع حدثه. الحدث ده بيخص الناس اللي ماسكه الناس دي، ناس قرايبه. الحدث بتاعه ده بيخص ناس قرايبه، وعايز ينسلخ منهم، عايز يبقى حد تاني بعيد عنهم. وشايف ان الناس دي قراراتها صارمه جدا، قراراتها من دماغها، وانت زهقت بقى. انت زهقت بتفكر في كلامهم وفي نفس الوقت بتفكر في الحدث بتاعك. عندك حدث بس مش قادر توجهه او مش قادر تستخدمه، وانت عايز تسأل حد في حدثك، عايز تتأكد من حاجة. انت شخص هنا عايز تتأكد من حاجة. تمام، العالم، انت عندك حظوظ حلوة جدا. الشخص ده عنده حظوظ حلوة جدا. الشخص ده هيبقى من بلد مختلفة ممكن عنك، او عايز تسافر له، عايز تروح له، او عايز يجيلك. تمام، الشخص ده هيجيلك بعد ألم يعني، بعد عذاب، بعد ألم، بعد ألم. يا اما هيرجع لك. ذا وورلد بتقول ان الشخص ده من دولة تانية او من حتة تانية، وهيجيلك بعد ألم، بعد ألم وبعد انسلاخ من حياة، بعد حاجة جديدة. وفينا حد ليه علاقة، حد ليه علاقة بإيجيبت يعني. شخص بينتمي جدا للدولة بتاعته، بس الشخص ده من دولة غير الدولة بتاعته. تمام، كل الأبراج هنا ظهرت. طيب الشخص ده يا سلام، ده هو جايلك بسرعة جدا.
الشخص ده جايلك بسرعة يا اما الشخص ده انت اللي هتروح له، هتروح له جدا، هتروح له قصدي بسرعة. سوري، شيرين بتقول ان في هنا اختيارين في حياتك، وانت عايز انا قلت لك ان انت عايز تنسلخ من اسرة، مش عايز رأيهم في حاجة، انت عايز تطلع من طعم، عايز تطلع من طوع حد، في اتنين هنا بيتخاصموا عشانك، بيتخاصموا عشانك وانت مش قادر تصالحهم. حاجة من الاتنين، يا تصالحهم على بعض عشان اللي انت عايزه، يا اما تسيبهم بقى يتخانقوا ومع نفسهم. فانت ده، ولكن انت في حد في رسالة جاية لك بسرعة، يا اما انت عايز تبعت رسالة لحد. تمام، انت شخص مش عارف يقرر في حاجة، هرمت، انت قاعد مع نفسك وبتفكر في الموضوع، قاعد مع نفسك وبتفكر يا ترى هما صح ولا انا اللي صح. عايز تقعد في عزلة، انت شخص عايز تقعد في عزلة، عايز تروح مكان جديد تفكر فيه كويس في مستقبلك وحياتك. وانا قلت لك ان الشخص ده يا اما هيبقى من نفس الدولة بتاعتك، يا اما هيبقى من دولة تانية. تمام، ايه كمان؟ كوين اوف كابس، الشخص ده بيقول لك هيبقى بيحبك جدا، وهيبقى زيك، الشخص ده هيبقى عنده حدث زيك، وهيبقى بيحبك جدا، في مشاعر كبيرة ليك، ممكن يكون متعلق بيك كمان، غرقان في حبك يعني، يبقى اختكم كوين اوف كابس. فالشخص ده هيبقى بيحبك، اما انت بتحبه وكابت مشاعرك ليه، كابت مشاعرك. طب نيجي نشوف الكارت ده، مين انت ولا هو؟ الشخص ده زي ما قلت لك الهاي بريستس، الشخص ده غامض جدا بالنسبه لك، الشخص ده عنده امكانيات كتيره جدا، وانت بتكتشف فيه كل حاجه، بتكتشف فيه كل يوم حاجه. الهاي بريستس الشخص ده هيكون غامض جدا، الشخص ده هيكون روحاني جدا، الشخص ده هيكون زيك، وهيكون بيحبك بس مش بيبين حبه ليك. يا اما الشخص ده هيبقى علاقه سريه، علاقه سريه، وهتكونوا بتحبوا بعض، ان هو بيحبك. تمام، وين اوف سورد، وهيكون عقلاني جدا، الشخص ده ممكن يكون اكبر منك في السن، الشخص ده هيجيلك من الماضي، ممكن هيبقى من الماضي، هيرجع لك من الماضي او هيغيرك. وين اوف سورد، ممكن يكون الشخص ده من مصر على فكرة، الشخص ده من مصر، كل الكروت بتقول في مصر، هنا في مصر الشخص ده هيبقى من نفس الجنسية بتاعتك، لبعض منكم والبعض من البعض الاخر، انت بتدور على حد تاني برا مصر، ولكن اللي بيحبك جوه مصر. تمام، الشخص اللي بيحبك جوه مصر مش برا، انت بتدور عليه برا او عايز تلاقيه برا، لكن الشخص ده اللي انت بتحبه اللي هو بيحبك او حبيبك جوه البلد اللي انت عايش فيها مش برا. تو اوف بنتكل، انت شخص محتار، قدامك عمرتين وانت محتار ما بينهم، قدامك شغلتين وانت محتار ما بينهم. ممكن في اشخاص بتحب الكافيهات، او بتفكر فكره مشروع ان هي تفتح كافيه، يعني حاجه زي كده. ممكن انت تكون ويتر، او انت بتحب الشغلانه دي. يلا نقفل القرايه، انا طولت قوي ليه؟ طيب، ايه توف بنتكل بتقول ان انت شخص بيحسبها قوي، عايز فلوس تكمل رغباتك، انت ممكن تكون بتكتب مذكراتك وبتكتب يومياتك، في ناس هنا عندها مواهب تخص القرايه او الكتابه، انت شخص مشغول جدا، مشغول وعايز تكمل الماده في حاجه، عايز تكمل، في ناس هنا عايز تتجوز من الاخر، يعني عايز تتجوز، تكون فلوس عشان جواز، لكن هي مش عايز تسمع كلام اهلها، عايز تسمع كلام نفسها، وعايز تطلع بره طوعهم او بره الدوله اللي هم عايشين فيها عشان يلاقوا نفسهم. تيجي القرايه بتاعتكم يا اصحاب المجموعه الثانيه اللي هو اصحاب الابراج الهوائيه. طيب ناخد لك كروت دي، وبعد كده ناخد لك كروت عاطفيه. هنا ناس مرتبطه برقم 3، مارج. انا قلت لك القضيه بتاعتك تخص الجواز، مارج، انت عايز تتجوز حد، يا اما مادياتك مش ولا بد، فانت بتفكر تتجوز حد غير الحد اللي هما عايزينك ترتبط بيه، او ان انت بتدور على حد لجواز يعني. انا عندي 35 بس، ايوه، انت عايز تروح مكان جديد، انت عايز تتجوز حد
وتسافر بيه او تروح فيه، يعني تبعده عن الوسط اللي انتوا عايشين فيه. انت عايز حد عينك على حد، والحد ده انت عايزه في زواج، ولكن انت عايز تبعد، عايز تبعده مع بعض، عايز الحد ده تبعد انت وهو. انت مش عارف تختار الطريق، مش عارف تختار طريقك، انت محتار جدا محتار جدا محتار، مش عارف تختار. حقاني الاوان اللي انت تختار. انا عندي 22، ممكن يكون الشخص ده سنه 22، 22 سنة، مش شرط الارقام يعني. طيب طلع لنا كارت ايه؟ علاج المشاكل العقلية. الله عليا، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ لو يعني ده لو انا هنجم مش هجيبها كده. انا قلت لك ان انت في مشاكل عقلية، فعلاج المشاكل العقلية يعني حياتك العاطفية تستفيد عندما تسامح اهلك. ففي هنا شخص انت عايزه واهلك مش عايزينه، من الاخر بقى هنجيب من الاخر. في انت شخص عايزه واهلك انت عارف ان هم هيرفضوه، يا اما مش هيتقبل ما بينهم، مش هيتقبل، مش هيكون مقبول يعني. ادي كانت القرايه بتاعتكم. طيب ناخد لكم كارت من ده ونقفل. بذرة النور، انت في حد متحمس ليه او متحمس لحاجه، بس انت طفيها، انت طفي شغفك او طفي حدثك. لا، امشي ورا حدثك، امشي ورا حدثك، ما تسمعش كلام حد. فدي النصيحه بتاعتك. فشوف ايه اللي بيزود حماسك فاعمله، اعمله، ما تخافش منه. فاللي بيزود حماسك هو دي الحاجه الصح. اصحاب المجموعه الثانيه امشوا ورا الحدث بتاعتكم، ودي النصيحه بتاعتكم لشهر نوفمبر ان شاء الله. شكرا لكم، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام. اهلا بيكم اصحاب المجموعه الثالثه والاخيره اللي اختاروا الحجر ده، عين النمر او الاوراق المائيه. ازيكم عاملين ايه؟ ناخد طاقتكم بعد كده، ناخد رساله من الشخص اللي حاطينه في دماغك، يحط اي شخص في دماغك ونشوف. عندكم حظوظ كتيره جدا في الطاقه دي. ظهر عندي برج الاسد، برج الحمل، وبرج العقرب. لا انا اسفه، برج الاسد، برج العقرب، برج الدلو، وبرج الثور. تمام. لو حد عمل فيك حاجه وحشه هتترد له. لو انت عملت حاجه وحشه هتترد لك، فخلي بالك من الطاقه دي، خلي بالك من الكارما. ايوه، خلي بالك من الكارما. انت في شخص انت شتمته، يا اما انت قلت له كلام مش كويس، الشخص ده عايز تعتذر له، انت عايز تعتذر للشخص ده، ومحتاج ان انت تعتذر للشخص ده عشان ما يجيلكش كارما تخص العلاقه دي. في علاقة هنا ثلاثية للبعض، انت الشخص ده سبته بسبب علاقة ثلاثية، والشخص اللي انت عايز تبعت له غير الاشخاص اللي بتدخل حياتك، غير الشخص اللي في بالك. الشخص اللي انت عايز تبعت له قافل الدنيا عليك، عاملك بلوك، ممكن مش مقتنع باعتذارك، او ان انت اعتذرت له وقدمت له حبك ولكن هو رفض. لكن يا اما الشخص ده عايز يبعت لك، يا اما انت عايز تبعت له، يا اما الشخص ده من بلد تانية وهيجي لك بسرعه. انت متعلق بالشخص ده، متعلق بالشخص ده، متعلق بالشخص ده. انت متعلق بيه جدا، متعلق عندي ادمان، وانت متعلق ما بين روحانياتك وما بين الماديات، يعني ما بين الحاجه اللي انت عايزها وما بين ان انت ترتفع روحانيا اكتر. الشخص ده انت كنت بتديله اكتر ما بيديك، الشخص ده انت كنت تساند عليه ان هو كان ساند عليك، انت كنت تساند على حد والحد ده خذلك. انت ليه بتجري ورا الشخص ده؟ ما تجريش وراه. الشخص ده علاقه قدريه ليك يا اصحاب المجموعه الثالثه، علاقه قدريه، اوف كابس. الشخص ده ممكن يكون اسمه بيبدا بحرف الام. الشخص ده علاقه قدريه، وراك وراك، يا اما انت وراه وراه، يا اما هو وراك وراك، يعني حاجه من الاثنين. رقم ما بينكم بتخلص.
دار عندي برج الكوز. الشخص ده روحانياته عالية، او انت روحانياتك عالية جدا، انت مش بتسعى لسلطة ولا حاجة، بتحاول تبين له ان انت شخص بيكتفي باللي معاه، بس هو مش مصدق ده، متواضع بس هو مش مصدق ده عنك. عندك رغبة تبين له قد ايه انت فيك حاجات ومميزات كتير، وتقدر ان انت تعمل حاجات كتير معاه، بس هو مش مقتنع. ظهر عندي برج الميزان، ممكن يكون الشخص ده برج الميزان. في شخص هنا، في اشخاص هنا عندكم عندها قضايا او قضيه، القضيه دي بتخص علاقه انت خرجت منها، علاقه انت مشيت منها وسكتت فيها كتير وتحملت فيها سنين طويله جدا، وعايز تخرج منها خلاص، ورفعت قضيه على الشخص ده. نايف بنت كلب بتقول ان انت شخص عايز فلوس، ولكن انت روحانياتك بتشدك ان انت تبقى زاهد، انت عايز تبقى زاهد يا اصحاب المجموعه الثالثه، عايز تبقى زاهد في الفلوس، يعني مهما تجيلك فلوس فانت مش همك، عشان كده ربنا بيزيدك. تمام، الشخص اللي انت قابلت منه، انا قلت لك في بلوكات هنا لبعض، في بلوكات هنا يا جماعه، في حد رزق حد بلوك. يعني ازور لي ظهرت الشخص ده هيبقى معاك، الشخص ده لا، يعني في حاجه بس اوف كورس اند زورلت، في علامه هنا علامه الصفر، يعني زي ما كل ما بتنتهي من الحلقه فانت بترجع تاني، الحلقه بترجع تاني. والاربع ابراج ظهروا تاني، الاسد والثور الدلو والعقرب. ممكن انت تكون من الابراج دي، او حد تعرفه من الابراج دي. تمام، انت عايز تفعل شاكرا الجذر عندك، ايه الكلام الكبير ده اللي بقوله؟ المهم يعني انت شاكرا التاج، سوري شاكرا التاج، انت محتاج ان انت تفعل شاكرا التاج وشاكرا القلب. تمام، انت عندك توصل روحاني، لا انت مش محتاج، انت مفعلين عندك، انت مفعل عندك شاكرا العين التالتة ممكن، او شاكرا التاج فعلا عندك بطريقه حلوه جدا. انت على فكره بتعمل اسكوت نجم يا اصحاب المجموعه الثالثه، ممكن يكون ناس هنا بتعمل اسكوت نجم، الله اعلم. العارف انت بتقولي ان انت شخص متعبد، شخص بتحب تقعد لوحدك تفكر اكتر، شخص روحاني جدا. ايه ده، انت روحانياتك حلوه جدا، يعني هيرمت وذا وورلد وويل فورشن، حاجه تانية انا قلت عليها، او التمبرانس. انت عندك علاقتين، يا اما انت عندك حيرة ما بين امرين، والحيرة دي انت عارف تحزن من موقف زي ما بيقولوا، القضية تخص القضية دي وتخص، او العلاقة اللي انت خرجت منها، انت عايز تحزن الموقف، عايز تنهي العلاقة، عايز تنهي العلاقة، عايز تنتبه لنفسك، عايز تصلي، عايز تدعي ربنا، عايز تتقرب من ربنا، زي هانجد مان اند ذا تمبرانس، فانت عايز تتقرب من ربنا والناس مش مساعداك، او الشخص ده سام مش مساعدك، في شخص هنا سام وبتقعد مع نفسك كتير، و انت مش عايز تخرج للناس، انت عازل نفسك في الوقت ده، عازل نفسك، وفي علاقة ثلاثية هنا، او في حد هنا يمتلك حرفة، ناس بتلجأ لك، ناس بتلجأ لك كتير، انت حكيم، في ناس بتلجأ للحكمة بتاعتك. تمام، في ناس بتوجهها، انت شخص ممكن يكون كبير في السن، يعني في الاربعينات، هي علاقة ربعية فورس، فبتقول انت في علاقة ربعية، ما انت في علاقة زواج، بس العلاقة دي مش يا ما انت عايز تتجوز حد، بقى انت عايز تتجوز حد، عايز تتجوز حد، عايز حد معين تكمل معاه حياتك بعد العلاقة اللي انت خرجت منها، بعد العلاقة اللي انت خرجت منها، فانت عايز الحد اللي يجي انت تتجوزه، يعني انت تتجوزه بقى وتعيشوا حياتكم. يعني طب ناخد كارت كمان، انت عايز تسافر، عايز تمشي، حاسس بالدنيا، عايز تهرب، عايز تهرب المشاكل، عايز تهرب،
في هنا اشخاص عايزه تهرب وعندها امكانيات ان هي تعمل ده. في اشخاص مش بتحسبها، اشخاص ممكن تكون هي بتمشي عشوائي، بتمشي عشوائي، بتمشي عشوائي، او في حد انت مش عايز ترجع له ومتكبر عليه، اما هو متكبر عليك، الايجو بتاعه عالي جدا، شايفه ان هو عنطوزه عنطوزه اللي هو يعني متعنطس كده وشايف نفسه على الفاضي. يعني على فكره مفيش شخص هو واثق من نفسه جدا يبقى متعنطس، بالعكس الشخص اللي واثق من نفسه مبيبقاش كده خالص، بيبقى شخص متواضع جدا وعارف امكانياته كويس، لان هو بيبقى حاسسها من جواه اكتر، لكن مش محتاج ان هو يبين للناس هو مين. فده الشخص اللي فعلا بيبقى واثق من نفسه. انما شخص اللي هو بيبان ان هو متكبر يعني، او بيبان ان هو اعلى من الناس، فالشخص ده اكيد عنده مشكلة نفسية يعني، او عنده مشكلة ما. طيب احنا خدنا ايه، احنا خدنا الطاقة بتاعتك. طيب ناخد رسالة، قبل ناخد رسالة عايز اخد لك نصيحة. لا تتوقف، انت في حاجة عايز تعملها وبتفكر فيها في الكارت بيقولك لا تتوقف، ما توقفش وكمل في اللي انت عايز فيه. لو انت عايز تقرب من ربنا اكتر واكتر فانت كمل. على فكرة في اشخاص منكم عايزة تدخل في ابعاد تانية غير الابعاد اللي هي عايشة فيها، فانت كمل، كمل في اللي انت بتعمله صح، انت اللي بتعمله صح. طيب ناخد خد لك بقى الرسالة من الشخص اللي في بالك، حطوا اي شخص في بالكم ونشوف رسالته ليك في شهر نوفمبر بتقول ايه. الشخص ده زيك، ايه ده، يعني الهنا الشخص ده زي فول برضه، زيك بالظبط. الشخص ده يا اما هو في بلد تانية يا اما انتوا الاتنين مجانين بقى، يعني انتوا الاتنين مش عشعين، مجانين. الشخص ده زيك بالظبط، انت شايفه ان هو شخص زيك، يعني بتمشوا ورا بعض، بتجروا ورا بعض. تعالى لي بقى، ايوه ذا فول، انت شخص يا اما انت هو بتجري وراه يا اما هو بيجري وراك، يعني هنا تعلق. انا قلت انت متعلق بحد، تمام. وفي ما في زي ما قلنا حاجه تخص محكمه او اسره، وانت محتار ما بين حاجتين، محتار من الشخص ده ان انت تروح له او تقعد مكانك، وحاجة من الاتنين، يا اما انت تقعد مكانك يا اما انت عايز تنتقل، عايز تروح مكان جديد. هو انت عايز تسافر على فكرة، الأشخاص هنا بتحب السفر، بتحب المغامرات، بتحب تعمل حاجة جديدة. ممكن يكون في علاقة رباعية، والعلاقة الرباعية دي انت عايز تنهيها بقضية، او ممكن الشخص ده يبقى في علاقة رباعية. يوم بنتكلم الشخص اللي انت محتاج فلوس، يا اما الشخص ده غني جدا وانت شايف حاسس معاه بالرفاهية، او ان انت حاسس بالرفاهية مع الشخص ده، ولكن في صراعات ما بينكم وفي عوائق كبيرة ما بينكم. في ناس مش عايزاكم مع بعض، في ناس مش عايزاك تروح له، في ناس مش عايزاك تبص له حتى، في ناس منعاكم من بعض. الشخص ده انت عايز تروح تعتذر له، يا اما هو عايز يروح يعتذر لك، ولكن في حاجه موقفه، في مشاكل، المشاكل دي تخص اسره ويا تخص علاقه رباعيه يا اما علاقه ثلاثيه، تمام. البعض منكم في حد فيكم هنا جرح التاني، رسالته ليك النهارده بيقولك ان هو مجروح. الشخص ده بيدخل في استثمارات كتير، او بيدخل في حاجات في اكتر من شغل. في هنا ناس ليها علاقه بتحب القهوه، او بتحب تقعد على القهوه، الشخص ده بيحب يقعد على، انت بتشوفوه يعني الشخص ده انت بتشوفه في اماكن عامه، تمام. الشخص ده لو في شخص في بالك فانت بتشوفه في اماكن عامه، بتشوف بنت كده، انت بتدور على شغل جديد عشان تبقى قد الشخص ده ماديا، انت عايز تبقى غني زي الشخص ده. الشخص ده من بلدك، يا اما انت شايف ان هو مختلف عنك في حاجه، او من بلد تانية، جنسيه تانية، تمام. الشخص ده هيبقى معاه حظوظ، هيبقى معاه حظوظ كتير ليك، يا اما هو عايز يشغلك في معاه، يا اما هو شغال معاك، يا اما عايز يفتح لك مشروع او تفتحوا مشروع مع بعض، المشروع ده يخص مطعم. في مصاعب هنا، الشخص ده بيمر بمصاعب كتيرة جدا لدرجة ان هو متقطع، يعني
الشخص ده مش حاسس بنفسه، مش حاسس بنفسه. ايه ما انت مش حاسس بنفسك، مش حاسس بنفسه يعني، خلاص متبعتر. الشخص ده متبعتر يعني، يبقى بص يعني، بص الكارت ده وراسه في حته ورجليه في حته، ولا قدر الله ايه ده، ايه ده، ايه الرعب ده؟ الشخص ده حاسس ان هو لا في حاجه هنا، الشخص ده حاسس ان هو انتهى او مش قادر يرجع زي ما كان، او انت مش قادر ترجع زي ما كان، حاسس ان انت روحك خرجت منك، احساس وحش قوي. جادجمنت، الشخص ده من الماضي، الشخص ده من الماضي وبيقول لك ان هو تعبان جدا وروحه مش معاه، تمام. الشخص ده من الماضي زي ما قلنا، يا اما هو راجع لك من الماضي، يا اما انت بالنسبه له حد من الماضي وبيحاسب نفسه جدا. ياه الشخص ده متألم قوي، لا بيحاسب نفسه بطريقه وحشه جدا يعني. ولكن الشخص ده في يوم من الايام هيخرج حد جديد يعني، ايوه هيخرج، انا بجمع اهو، هيخرج حد جديد. اخيرا جمعت الجمله. ذا لوفر، الشخص ده حبيبك، الشخص ده علاقه قدريه، حبيبك الشخص ده روحه ضايع من غيرك، تمام. يا توأم روحك، يا اما يعني حد بيحبك جدا وحد شبهك، انتوا الاثنين شبه بعض في حاجه، انتوا الاثنين شبه بعض. رسالته ليك النهارده بتقولك ان هو بيحبك قوي، بيحبك وبيقولك ان انت شبهه في كل حاجه، انتوا شبه بعض وبتعانوا مع بعض على فكره، بتعانوا مع بعض بسبب الوعد اللي ما بينكوا، وفي هنا طاقه سلبيه، او الشخص ده محبوس في افكار سلبيه، او انت محبوس في افكار سوداويه، او بيسمع خبر مش كويس عنك. الشخص ده عصبي جدا، رسالته ليك النهارده تقولك ان انا شخص بقيت عصبي جدا من غيرك، بقيت متألم، بقيت فوضوي، بقى كل حاجه فيا مبعتره، تمام. لكن انا بحبك. ذا لافر، ناين اوف كابس، الشخص ده بيكملك، الشخص ده بيكملك. رسالته ليك النهارده بتقولك ان انا كامل بيك، كامل بيك. ناين اوف كابس، انت ايام انت شخص يعني، لو بنت بتتفرج عليه فانت مظهرك حلو جدا، بيعجب الشخص ده وشايف فيكي كل حاجه حلوه، مش قادر يبص لغيرك او مش قادر يشوف حد تاني غيرك، انت مميزه بحاجه. ودي كانت القرايه بتاعتكم يا اصحاب الجمعه الثالثه، الابراج المائيه. طيب ناخد لكم ايه بقى، ناخد لكم كروت من دي توضيحيه، الشخص ده ممكن يكون سنه 24 او انت سنك 24 او ليك علاقه بالرقم ده، ممكن يكون الرقم ده رقم يوم يوم عرفتوا بعض فيه، او يعني طيب في حد هنا بيسرق حد، في حد بيسرقك، اصحاب المجموعه الثالثه، حد بيسرقك يا اما بيستعبطك من الاخر. 14 مسج اوف كونكرين، الشخص ده عايز يبعت لك مسج او عايز يقدم لك اعتذار، ظهر عندي نمبر 14، ممكن نغزل على رقم 5، ففي مصاعب هنا في الموضوع، المصاعب دي تخص شكر الحلق. في هنا اشخاص مش قادره تبعت للشخص ده، او مش قادره تعتذر له، او مش قادره توصل له، الشخص ده يا اما انتوا مش عارفين توصلوا لبعض، تمام، مش عارفين توصلوا لبعض. طيب نقول لك اخر كارت ونقفل. انا خدت الكروت دي لسه، ما خدتش منها. طيب انت بتحب الاسماك، او الشخص ده بيحب الاسماك، ظهر عندي 34، يكون انت عمرك 34، اعطي العلاقه دي فرصه. الكارت يقول لك ان انت لازم تدي العلاقه دي فرصه، ادي العلاقه دي فرصه يا اصحاب المجموعه الثالثه، العلاقه دي محتاجه ان انت تديها فرصه، العلاقه تستحق ان ده حبيبك، ده لافرز يعني. ناخد لكم نصيحه، انت بتحب البحر، او بتحب تروح على البحر، او بتحب تاكل يعني وجبتك المفضله هي سمك، ممكن يعني دي حاجه كده يعني بره القرايه.
طيب الكارد ده بيقول لك تيكا بريك، خد راحة، انت محتاج ان انت ترتاح من الشغل شوية وتتوقف عن الحركة، انت محتاج ان انت تتواصل مع روحانياتك وده ظهر في طاقتك، انت متواصل مع روحانياتك لكن انت محتاج ان انت تاخد راحة من كل حاجة، وبنصحك بالعزلة، يعني انصحك بالعزلة، عزلة الوقت لفترة، يعني لفترة معينة عشان تستعيد وعيك تاني وتستعيد طاقتك من اول وجديد. فدي كانت القراية بتاعتكم يا اصحاب المجموعة الثالثة، شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.